إذن أيها الأصدقاء، اليوم عبر الصفحة الأولى نعود مرة أخرى. السينما السودانية، البطل الذي مات. قالت لي لأنه جابوا الأفلام المكررة. أفلام الأكشن جاذبيتها أكبر. يا أخوانا عايزين نشغل سينما الثورة، ودي حارتكم ودي سينمتكم. هلموا هلموا، هذا فيلمكم الذي اخترتوه عشان ما ينفعش فيكم يجيبوا لا فيلم كعب. تصور يعني ست جوامع في المحيط ده مش ممكن. لا، السينما هتبتدي بعد الاذان بتاع العشاء. أول أفريقي يدرس السينما. أنتوا قايلين لي موجود قبل غر. ها نازل دارين طبعا عندهم عروض كده لمدة شهر. أمن والمخابرات ليش كنا كويسين. شغل كبير. شغل كبير. الألمان بيعمل شو؟ الله يكرمك. ما كان قاعد له في كرسي زي ده، من الوطاء كان.